بالغربة بصير في عندك شعور حنين لتفاصيل انت يمكن كنت عايشة كل يوم وما كنت حاسس بقيمتها 100%. لما اجينا لهون صرنا نحس بقيمة هاي التفاصيل، صرنا نشتاق لها وكأنه هي يعني مو هي الشغلات نفسها اللي متعودين على انه نعيشها كل يوم. فحاولت اني مو انقل فكرة اني المحل ما يكون جزء من سوريا، جزء من بيتنا بسوريا. يعني اي حدا هلا عم بيزور المطعم عم بيلاحظ انه في شيء بالمطعم بيشبه ديكور بيته، في فكره جايبتها عنده نفسها بالبيت. فعم حاول خليه مو بس من خلال الاكل يتذكر امه او يتذكر سفره بيته، حتى من خلال الصور، من خلال التفاصيل الصغيره يتذكر بيته. هي الفكره، فكره انه انا حاول بحبش بالذكريات، حاول خفف ما في شيء بيخفف وطأة الغربة، بس يعني نوعا ما اني العب على هذا الشعور تبع الحنين وسكته شوي بمسكن قلم، مو اكثر من هيك. هون عم نطبخه، عم نحاول نطبخه مثل ما بيعملوا امهاتنا بسوريا، بس شوي باختلافات بسيطه لحتى تناسب احيانا الذوق الالماني. يعني في اكلات ممكن هي تكون حاده اكثر، نخفف الحدوديه، تكون حامضه اكثر، نخفف الحموضه، بس بطريقه انه تضل يعني اي حدا سوري لما يدوق الاكله ما يلاحظ هذا الاختلاف تبع انه هي كانما انا حامضه. لا، هي لساتها حامضه، بس مو مثلا الحموضه اللي بالاصل نحن متعودين عليها بسوريا. بس بالغالب كل شيء عم حاول اعمله 100% مثل الطريقه اللي بنعملها بسوريا، لانه الفكره من هذا المطعم انه نحاول نوصل ثقافه مطبخنا الشرقيه والسوريه بشكل خاص للمجتمع المضيف. وحتى اختيارنا للشارع بانه الشارع اللي فاتح فيه المطعم هو شارع فيه بتجي جنسيات مختلفه، فمو بس الالمان رح يذوقوا الاكلات، رح يكون في كل الجنسيات اللي بتجي سياحه على برلين بتقدر تذوق وتتعرف على ثقافه المطبخ السوري. أكيد ضروري إنه يكون في عنا جزء من هويتنا، من ثقافتنا موجودة ببلد الاغتراب. مع أني أنا ما بعتبر حالي هلأ إني ببلد غربي بشكل كبير، لأنه أنا شايف مستقبلي هون، مستقبل عيلتي، بس مع ذلك في شغلات بتنقصنا نحن كتير، وهن بيغطوها من خلال الشغلات هي أو المشاريع اللي عم تساوي اللي بتربطنا نحن بسوريا مرة تانية.